حسيت ما كلش قديم، والمحلات عائلة البجارين وكانوا رؤوس العشيرة شباب كبر بالعشرين كبار، اختلاف الموديلات والفتحة والكذا، ما نوصل متأثر كثير بالطراز العثماني. هاي اللورة أقرب بوشي ومنية تكون بسموس تشرفنا اليوم بزيارة الأستاذ سينان أسامة النجيفي رئيس منظمة أبشر للتنمية، وهي أحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في مدينة الموصل. سعداء احنا جدا بهذه الزيارة، وأيضا بحثنا مع الأستاذ سينان مجمل وعدد من النشاطات والاتفاقات، كذلك عدد من المبادرات اللي يمكن أن تقام به الشراكة مع منظمة أبشر، وأيضا استمعنا إلى بعض المقترحات والأفكار من الأستاذ النجيفي المحترم وفريقه، وإن شاء الله سنعمل على توقيع معاهدات أو اتفاقات أو شراكات ثنائية للعمل المدني في مدينة الموصل، لأننا نحن نعتقد اليوم أن المجتمع المدني له الكلمة وله المساحة الأكبر في هذه المدينة، لأن بطبيعة الحال هي مدينة مجتمع مدني، حتى وإن كانت قبل يعني وجود المنظمات بالفطرة كان المجتمع المدني كلمته على طول السنوات أو الأزمنة الماضية. إن شاء الله ستكون بعد هذا اللقاء عدد من أيضا اللقاءات، وأيضا عدد من النشاطات في مجال تطوير وتدريب الشباب وتطوير المهارات في مجال التصوير، في مجال الفن، في مجال الرسم، كذلك أيضا لدعم بعض المشاريع الصغيرة هنا في محلة حمام المنقوشة وتطويرها، وأيضا للبدء يعني نشاطات بالشراكة بين مؤسسة بيتنا الثقافة والفن والتراث وبين منظمة أبشر للتنمية، وإن شاء الله سترى النور قريبا هذه النشاطات.